من اللي جاي؟ أبو جبل. شيخ كل شيء تمام؟ كونكتد مين سوى كونكت؟ أنت سويت كونكت؟ مفتوح سويت فلاش وكل شيء. يلا جو بسم الله. بسم الله. أرسلته. أيوه. في ذمتي هذا. اي تي كفاية ترى ها؟ اي تي كفاية. طيب. ابراهيم. كاروتيد ولا برين؟ كل الاثنين نفس ال ال كنت تخلص برين عندي وبعدين احنا نشتغل النت مع الورس. ما ادري اسمعها كلمت الدكتور هاي يحتاج له سي ماينس. نعمل له سي ماينس. يحتاج له سي ماينس ممتاز. انا ما اقدر اعملها. اوكي. في طريقه الان بوريكم اياها اذا كان تبغى تطلع من البروتوكول البروتوكول بدون ما يحتاج انك تسوي اعاده بوزيشن كذا. بسام ترجع تختار لك من البروتوكول. ممتاز خلاص عارفينه ما شاء الله. يلا انا اختار البروتوكول حقي. ثلاثة نقطع لا اطلع فوق شوف فوق ما ينزل برين انجن وهي موجودة هنا لا ارجع كانسل سو كانسل كانسل اي واضغط على على الهيد نفسه ايوه ممتاز انزل واحدة واحدة بالسهم ايوه ممتاز بالضبط فوق يا اختار برين انجن هذه برين انجن ايوه يلا بس واحد يسوي زيرو سوي زيرو سويت زيرو ما قد دخلته البيانات صح؟ انا عملت زيرو ما قد دخلته عشان كذا ما ستارت تو الاند كويسه كلها سنتر على اي لا ممتاز طيب نشيل الموبايل اللي بجيبه غير الويندو شوف في عنده موبايل بجيبه اللي فوق وشيل شيل البلانكت البلانكت يا ابراهيم البوزيشن مره سليم مره كويس الان لا احنا نبغى الان برين سي ماينس هذا الان جاهز للانجيو طيب احنا نسلك يا سلام عليك تروح البروتوكول حقنا فوق ايوه طيب. وانزل على البرين هاي كواليتي يا سلام نكست الان خلاص سكاوت احنا اوريدي اخذت البروتوكول نفس الويندو اللي لا الحين احنا نسوي سي ماينس بس ايوه نشوفها الحين سي ماينس ناخذ البرين بس لا 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 بس برين عدل الويندو بس كذا شوي عشان نشوف النويز ترى انت الان سكاني من داون تو اب
كيف تعرف؟ أيوة تعرف من هذه، أنت عارف النقطة هذه. أيوة up to down. انزل إلى السيوان دائما، تفرج إلى السيوان خلاص كده السيف سايد. طيب يلا ارجع الان، شوف خلف ضغط شفت وارفع حاجه بسيطه بس من تحت عشان تسوي، ما نبغى كل هذا اللي يسار كيف كذا كيف. يلا جو هيد على السكندري كوم. لا السكندري كوم تاكد هل هو اوتو ولا مو اوتو. السكندري كوم هذا برين كان طيب. بس ناخذ على واحده، لا الأولى هذا الثن والثانية حط الثانية، لا افتحها أوكي. الثالثة خططفيها ما نحتاجها الثالثة خلاص كده ممتاز. خمسة اي ممتاز خلاص يلا كون فعل يلا جو. بعدين سلكني البروتوكول اوكي ممتاز. الان اختار ارجع للبرين يا صاحبي ممتاز. الان بطل زي ما قلت قبل شوي بس هم يبغونها مني اوكي. طيب هنا ترى كده ايوه كوم داون تو ممتاز كده احنا خلاص الكفرج معنا تلمسه الان كده كل شيء تمام. نجي الان سكندري كون، شوف سكندري كون خلاص هو حياخذ ما يحتاج لانه جرين اوكي. نروح للسمارت بريب حقنا الان. سمارت بريب ايوه سمارت بريب ار اكس اللي مولع اللي جنب الاصفر يسار ايوه. يلا حط الان الار او اي حقك، اول ما تفتح حط الار او اي. احنا وين قلنا الار او اي؟ ايوه انزل انزل تحت لا انزل تحت لا هارت على تحت انزل شوي كمان تمام ايوه سموث كل ما تعتمد الشبكه هذه كلها اطلع تكه بس اطلع تكه باعرض منطقه تقريبا في الخلاص باسهل ممتاز. الشبكه هذه ما تقدر تغيرها في السنس تقدر اي هنا ما تقدر تصغر يلا الان كل شيء تمام عندنا ديلي مونيتورنج ديلي 3 سكند 3 سكند والدياجنوستيك الدياجنوستيك ديلي حيكون اوتوماتيك اوكي. طيب حياخذ لما تحقن وتضغط حياخذ 3 سكند لين ما يبدا يعطيك الكاتس اللي تعتمد عليها في السكاننج حقك اوكي. يلا اكسبت الان خلينا نشوف الان شوف الان التوصل التوتال اكسبوجر تايم حيكون 3 ون سكند سكند اي تمام. يلا الان نسوي كونفير بوش البيشن حناخذ الكت اللي حددناه قبل شويه طيب. معك الخطوات معك تمام ممتاز ناخذ الكت نضبط الويندو الاول بعدين نحط الهروات حقنا يلا نضبط الويندو ممتاز جدا ممتاز. يلا اضغط الـ ROI نزل تحت طيب الان اقوم
زبيب لا ايوه اضغط السهم سهم ايوه اروح للسمارت بيت سمارت بيت نفسه شو لوكالايزر اللي بالزاوية يلا انزل تحت شوي زيادة ايوه انزل تحت انت كل زيادة انزل تحت كيف انزل كمان بس يلا سوي اكسر واجين خذ واحدة ثانية مكانك كويس ما عاد تشوف نفسه لا سنك او ما بعرف شو ايوه صدر امسك هذه ايوه امسك الواحد الان امسك رقم الواحد ومحرك ايوه ممتاز يلا سوي الان اضغط مونيتور شوف هذه اهم نقطه الان مونيتور ترى حيقعد معك تقريبا 15 سكند ويوقف 15 سكند تقريبا 15 سكند ويوقف فانت انتبه دائما تكون متاكد انك دوبك مشغل هذا اوكي شوف الان بدا يشتغل على بال ما يلبس ويروح يتاكد قبل ما يقول لك اذا قال لك انا اوكي ايش تسوي؟ تسوي بوز وترجع مره ثانيه تسوي ريزيوم عشان تتاكد انك دوبك بعدين عشان ما يوقف معك لما تجي تبغى تاخذ كونتراست ويخرب الفحص هذه نقطة مرة مهمة يا شباب انتبهوا لها شوف قال لك ريدي يلا سوي بوز ايوه سوي ريزيوم الان لا ايوه لا لا سوري خذ الكات مرة ثانية ما عندك مشكلة هو جوا سوري مونيتور كان ايوه عد الويندو يلا حط الاروي يا سلام ممتاز حطها فوق يا سلام كيف يلا مونيتور الان مونيتور اوكي اول ما يبدا فلاشينج تاكد انه هذا ارم وهذا فلاشينج يلا الان مع بعض 1 2 3 اصبر 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 ضغط انت هذا تاكد شوي شوي على مهله يلا الاصفر بس لحاله ايوه انتبه يلا 1 2 3 مع بعض يلا قول له if it's fine come out يلا خليك على السكان لا تضغط شيء لين اقول لك اوكي شوي شوي اصبر اوكي 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 جو جو بس اصبر شوي اصبر شوي بالله خليك ثواني تاكد انه كل شيء تمام سوي ريبيت سيريس بس عشان تاكد عشان تطلع الايمجز بسرعه بس عدل الويندو الان عدل الويندو بس بس كذا خليها كذا خليها شوف ايوه ما شاء الله هذا ما في هذا في الابجريد الجديد يقول لهم كلهم الدياجنوستيك الاي اس الاي اس دي هذه ما شاء الله اوتوماتيك زين مره اوتوماتيك خلص الان نرجع للريفورمات نسوي الريفورمات يعني هو ميزه من اوريك كونتراست حد معين يبدا يصور هو اول ما تشوف مينيمال كونتراست ابدا على طول اوكي شوف عن هنا اوكي شفت البيشن بس هاي سوي شفت البيشن عشان الاندورس حق نحن حطينا الاروع حقنا هنا اوكي شوف الان بدا شوي كونتراست بدا يعبي اكثر قوي اكثر اوكي شوف الان لسه هذا معبى الان بدا فيه كونتراست شوف في كونتراست بسيط اوكي شايف في كونتراست بسيط عشان كذا احنا نقول ويندوينج خلال المونيتورينج مهم مهم
انك تضبط الويندو حقك قبل ما تبدا. يعني السمارت بريك مو هو شو الكلايزر لما تحط احنا حطينا هنا شو الكلايزر اوكي عند السمارت بريك ما هو ما يبدا التصوير مثلا يبدا الكنترول توصل لمحد معين على منتصف الهارت وبدا يشتغل اوتوماتيك يصور اوتوماتيك. لا هو فاهميني فاهميني كيف انا انت ايش قصدك انت على اي جهاز تتكلم على سيمنز ولا لا لا جي 16 طيب شلك لايزر حق السمارت بريد موجود على نص الهارت اوكي ممتاز انا اتكلم شلك لايزر حق السمارت بريد هذا لما يصل الكونتراست لحد معين لما يصل اليه نفسه هو يبدا يصور هو الجهاز هذا مو انت تختار لحظه لحظه ايوه انا شفت الجهاز في السي 16 ايه شفت جهاز في السي كان فيه اجهزه هو الجهاز الوحيد حتى القديم حتى القديم انه فيه اوتو ستارت الاوتو حتى فيه نيو سوفت وير انا عندي اثنين كان انا عندي واحد قديم وكنت اشتغل نفس الكلام يعني انا اسوي الشولك لايزر على المكتبه تحط الشولك لايزر زي الفحص هذا انا تو افويد الريسك انه يبدا قبل او كذا بشيل الاوتو انا ابدا معه ايوه عشان كذا انا ابغى افهم يعني عشان الواحد يستفيد اوكي انت بالنظر ممكن يكون اللي جالس على هذا السكاني يتفرج انه ما لاحظ انه في كونتراست او شيء حيضطر يستمر انه يشوف كونتراست اوكي لكن لو كان اوتوماتيك اول ما يظهر الكونتراست فيلم على الشولك لايزر حق السمارت بريب ياخذ التصوير فهمت عليك برضه في خطوره ثانيه انت قاعد تسوي مونيتورنج على هارت قاعد تتحرك ما هو في مكانها لو الار او اي هذه طلعت مكانها او تحركت الجهاز ما راح يبدا برضه مناطق الكونتراست الاماكن زي كذا الاضمن عشان تكون في السيف سايد انك ما تشغل الاوتو خليها مان على 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 نظرك انت لونه في الابدومن او الرقبه انا معاه سوي لي فورمات سوي لي فورمات 3 باي 3 على الثلاثه الابدومن او الرقبه عنده صغير وقريب السباين هذا قبل ما انسى اي حركه بسيطه وراني حركه يعني تعدل من هنا تعدل يقول لي عشان تعدل الويندوينج هذه هذه مهما عدلت هنا اللي تعدله ما راح يروح الباك افضل عندي هنا بس ما هي بس عندي سألتك نفس السؤال امس بس التعديل اللي تسويه هنا المشكله هذه تظهر في الباكس خلاص في الباكس هم زي ما انت تعدل هنا هم يعدلوا في الباكس فما لازم يعدلوا احنا حطينا البس وندوين احنا حطينا افضل وندوين هنا الان هنا انت ثبتوها اي هي افضل حاجه اللي تشوفها يعني صح انها جت زي كذا اوكي بس تقدر تعدل ايوه ان شاء الله بالضبط بس من فين بس لما تروح الباكس شوفها شوفها افضل واضح ايوه اوكي طيب تجي الان يلا سوي الان ريفورمات يلا عشان نمشي اطلناكم مع لا 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 ما عندك مشكله كرونا نسويها شوف عدل الان ويندو شويه عشان تشوف بس ممتاز بكره هذا يكون اكزامبل على بكره مو مشكله طيب يلا كيف تسوي ريفورمات طيب ممتاز كرونا طيب تعال ضغطة واحدة هنا ضغطة واحدة هنا اوكي سوي الان لا باتش اضغط باتش لا 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 اضغط باتش اضغط باتش ضغطة واحدة ايوه اضغط ضغطة واحدة هنا اضغط اوبليك فك الجهاز اللي هنا تنتقل على طول ممتاز تميله مع الهيد اوكي مع كذا اوكي امسك من هنا وميل لا مربع الاحمر